اليوم نتوقفوا عند بعض الامراض من الامراض اللي اصبحت منتشره واللي ربما ما كيعرفوهاش الناس، العديد من الناس ما كيعرفوهاش، هو مشكل التهاب المفاصل الفقريه واللي كتستهدف واحد الفئه عمريه خاصه العمريه الشابه. بغينا معك دكتور نوعي والناس بداء التهاب المفاصل الفقريه. شكرا اخت اسماء. نعم، هذا الموضوع ديال التهاب المفاصل الفقريه اللي طرحت هذا الموضوع اليوم الدراسي كيشكل واحد الخطر بالنسبه لواحد الفئه عريضه من الشباب. وفعلا المشكل اللي كيكون انه كيصيب الشاب في واحد السن مبكره، يعني بين 14 ل 20 سنه. وكيمكن يدوم لواحد المده طويله او لسنوات طويله. والمشكل اللي كاين تيخص يكون واحد التشخيص مضبوط. وكنبغي نذكر في هذا الميدان انه هذا النوع ديال الروماتيزم لا علاقه له يعني بما بعض المعتقدات لانه عنده علاقه بالبروده او لا بشي حوايج اخرى. اذا ممكن القول بان التهاب المفاصل الفقريه نوع من الروماتيزم. نوع من الروماتيزم من انواع ديال الروماتيزم الالتهابي اللي كنقول انه من الانواع اللي خطيره شيئا ما. واش كتاثر دكتور على العمود الفقري؟ فعلا الى سمحتوا نذكركم انه العمود الفقري مكون واحد التسلسل ديال الفقرات. وهذوك الفقرات كتكون مربوطه بيناتها بواحد المجموعه ديال الاوتار. من كل جانب. يعني الالتهاب اللي كيكون في هذا المفاصل الفقرية كيبدأ أساسا في هذا الأوتار. إلا يمكن ذكركم أن الوتر كيكون عنده الدور ديالو، يعني تيكون تيتقلص، يعني تيكون بحال لاستيك تقريبا. من بعد هذه الإصابة كيصبح هذا الوتر ما كيبقاش فيه ديك الحركية ديالته، تيولي بحال نقولوا بحال شي وتر ما كيبقاش يتجبد. بعض المرات كيجي حتى الكالسيوم اللي كيترسب فوق الوتر فوق يعني هذا الوتر وكيصبح بنفسه يعني كعظم. إذن تنقول التهاب المفاصل الفقرية أنه كيصيب هذا الشاب اللي ما كيبقاش العمود الفقري كيمكن يتمكن من دوك الحركات ديال الزينة أو وفي نفس الوقت ما تيتمكنش من الحركات وفي نفس الوقت كيمكن يبدا يتقوس العمود الفقري ديالو. للقدام. وشنو هي الأسباب دكتور اللي كتؤدي لهذه الحالة لهذا الالتهاب؟ يعني الأسباب غير معروفة لحد الآن. إلا أن التشخيص ديالو مضبوط. يعني كيجي عند نوعية الناس اللي يعني عندها واحد التكوين جيني اللي حتى الساعة يعني الأبحاث في هذا الميدان مازال ما تصدرتش غير أن التشخيص ديالو مضبوط. وملي كنقول التشخيص ديالو مضبوط تيكون واحد العلاج مضبوط حتى هو. وملي كنقول أنه هذا التهاب المفاصل الفقرية واحد النوع ديال الروماتيزم التهابي مزمن يعني كيبقى أنه العلاج كيدوم لمسنوات طويلة. معناتها انه مرض مزمن. اللي تيخصو واحد المتابعه دقيقه من طرف الطبيب واحد المتابعه واحد الامتثال من طرف المريض. الى سمحتوا ناكد انه الامتثال ديال المريض لانه هذا النوع ديال المرض كيصيب الشبان. وكنعرفوا الشبان يعني ما كيقبلوش المرض وكيحسوا بواحد القوه عندهم. اللي بغيت نذكروا يعني بالعلامات ديال هذا المرض هي غالبا كيبدا بالام في الظهر. الم الظهر. ولكن نوع من الالام هذو انواع هذا الالم اللي كيصيب المريض في الليل. يعني كيكون الانسان في الليل كيبغي يدور هكا ولا هكا كيحس بالام في الظهر ديالو. وفي الصباح ملي كيوقف كيحس بواحد التقعس، يعني واحد لا ريزور، يعني الحركات ديال العمود الفقري كتكون عنده صعيبه. من بعد واحد المده يعني بعد نص ساعه ولا ساعه ولا شيء كيمكن الانسان يكون مزيان يسترجع حالته الطبيعيه ما يبقاش حتى بحاجه. ولكن الالتهاب راه هو خدام وكيمكن وكيأثر على دوك الفقرات والعضلات وبالاخص الاوتار. اذا هذا هو التشخيص دكتور. هذا هو التشخيص، غير هو انه كيصيب اساسا كيبدا في العمود الفقري ولكن كيمكن يدوز حتى المفاصل الفرعيه وبالاخص المفاصل ديال الورك يعني لا اونش اللي كتصاب واحد يعني بواحد
الخراب اللي كتخرب اللي ما كتبقاش فيها الحركيه وكيولي الانسان معاق بشيء ما. كيقدرش يخلف ما كيقدرش يتمشى ما كيقدرش يخلف ما كي وكيمكن يولي معاق خصو يستعمل كاع بعض الحياه يعني الكرسي المتحرك او لا. نعم دكتور، واش هذا المرض كيصيب الذكور والاناث ولا كيصيب الذكور اكثر من الاناث؟ فعلا هذا المرض كيصيب الذكور اكثر من الاناث. لماذا دكتور؟ فعلا لان كنت قلت لكم من قبل انه عنده علاقات بالتكوين الجيني اللي حتى الدعم ما مضبوطش شيء. ايوه غير بغيت نذكركم انه هذا المرض راه موجود في العالم كله الا انه كيوجد تجويد كثره يعني في الحوض البحر المتوسط وبالاخص في المغرب العربي يعني تونس الجزائر والمغرب الليبي. هو كيصيب كما قلت لكم واحد الفئه ديال الشبان اللي كيكون شيء ما نقول لك راس مقاس ما كيتمتوش شيء وما كيقبلوش المرض الاول. نعم وكيخليو المرض كيتطور. نعم هذه هي الخطوره ديال هذا المرض ياك دكتور. هذا هو الخطورة. وملي كيكون عندي تشخيص في يعني هذا النوع المرض كناخذ الوقت الكافي باش نشرح للمريض لانه الشبان غالبا ما كيتقبلوش المرض وداك الشيء وما كيبغيوش حتى ياخذوا العلاج المناسب. ما كيبغيوش ياخذوا العلاج. وملي كنقول انه تيخصو العلاج وتيخصو المتابعه لانه كتكون الادويه اللي كتستعمل وكيمكن نبدلوها ولا كنغيروها على حسب الحده ديال الالم لحد الالتهاب. نعم دكتور، شنو هي مختلف الجوانب العلاجيه في علاج هذا التهاب المفاصل الفقريه؟ فالتهاب المفاصل الفقريه قلنا انه التهاب مزمن. نعم دونك تكون يعني بعض الادويه اللي مضاده للالتهاب. نعم غير الادويه المضاده للالتهاب كاين فيها واحد يعني واحد التسلسل. نعم يعني كاين المضادات الالتهابيه المعروفه اللي كيعرفوها الناس وكاين مواد التهابيه اللي يعني مواد ضد الالتهاب اللي عندها واحد الدور كتلعب يعني على المناعه في الداخل ديال الجسم. نعم وفي هذا الميدان كاين واحد النوع ديال الادويه اللي ولا جديد هو يعني شيء ما مكلف شيء ما. نعم ولكن كنخليوه غير الحالات اللي مستعصيه عاديه. نعم نعم اذا هذا العلاج كيكون بالادويه دكتور، واش كيكون علاج بالترويض او غير ذلك؟ فعلا دابا يعني العلاج كيكون بالادويه اساسا. الترويض كيساعد باش ما يكونش واحد يعني عوجاج ديال الفقه ديال العمود الفقري او لا كيحاول يحتفظ على المرونه ديال الورك ديال المفصل الوركي باش ما يوقعش واحد التشنج. ولكن العلاج ضروري ويتخذ رسميا كل يوم. نعم مدة العلاج مثلا دكتور، مثلا واحد شخص مريض بهذا وبغى يتبع مزيان عند الدكتور، شحال مدة العلاج اللي ممكن تستمر؟ شحال تستمر؟ شوفي على السؤال، فعلا دابا هذا هو المشكل. لان هذا المرض مزمن، كنقولوا المرض مزمن كيكون العلاج لمدة طويلة. طويلة نعم. يعني هاد الانواع ديال هاد النوع ديال المرض كل حاله كيفاش كتكون. نعم ولكن تيخص العلاج والادويه تاخذها باستمرار ومع المراقبه ديال الطبيب تيمكن تنقص او تزيد وبعض الاحيان يمكن في المراقبه يمكن تحبس الدواء. نعم دونك ما يمكنش نقول لك شحال من المده اللي كيكون، واش عامين واش 4 سنوات واش 10 سنوات، كل حاله واش كل حاله واش ما فيها. نعم يعني كنديروا الادويه باش الانسان يحس ما يحسش بالالم، ولكن بالاخص بالنسبه لنا حنا باش ما يصابش الانسان بالاعاقه يعني في المستقبل. نعم يعني ملي كيتشد شي عظم او لا شي وتر ولا شي ما بقاش ما يقدر. نعم اذا كنظن ان العلاج اذا كان مبكر غادي كتكون عنده نتائج ايجابيه دكتور. فعلا العلاج مبكر والمراقبه مستمره. هذه هي ديال المعرض، انا كنأكد عليها هذه القضيه لانه مع الاسف كيصيب شبان اللي ما كيقبلوش المرض وكتبقى تصور الحاله ديالو حتى كتحل. ملي كيصابوا هذوك المفاصل بواحد التخريب ما كيبقاش يعيش، كيبقى غير العلاج الجراحي تما لا كان شي بروتيز او شي حاجه. نعم هنا فاش كتجلى الخطوره ديال هذا المرض. كلمه اخيره دكتور او نصيحه اخيره اللي نقدر نوجهها خاصه للفئات الشبابيه العمريه اللي باقيين صغار واللي ربما في عندهم هذا الالام اللي كيحسوا به، شنو هي النصيحه اللي يمكن لك تقدم لهم؟ فعلا هذا الميدان انه المرض يمكن يصيب اي حد. فعلا الشبان يمكن يتميزوا بواحد الصحه واحد الطلاقه، ولكن
لا بد انهم لكي يحس بشي الام ولا شيء يحسوا لا بد من استشاره ديال الطبيب. وما يستهونش بالمسائل لانه هذا المشكل اللي قلنا واحد المشكل تيخصو واحد العلاج مستمر ومراقبه مستمره. نعم نعم. إذا كنشكرك الدكتور طريف عبدالقادر أخصائي في أمراض وعلاج الروماتيزم والطب اليدوي التقويمي ورئيس جمعية أطباء الروماتيزم في مراكش. كان موضوعنا دكتور على التهاب المفاصل الفقرية وكيف يمكن التوعية بهذا الداء هذا وكيف يمكن العلاج دياله. دكتور شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك معالي. شكرا.